مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. يعني الناس اللي بغاو الحول الاسباني يعني داير 60 درهم الكيلو بلا كرون، واما بالنسبة اللي عنده الكرون داير الثمن ديال 70 درهم الكيلو. انتوما كيف ما كتشاهدوا معنا وراه عليه اقبال كبير هنايا في هذه الرحبه اللي بالقرب من المسجد الحسن الثاني. هذه الرحبه فيها غير الحاولي الاسباني فقط، انتوما كيف ما كتشاهدوا معنا بزاف ديال الاسر شراو، بزاف ديال الاسر جاو انهم يشريو. انتوما كيف ما كتشاهدوا انا غنوريكم، كاينين الناس اللي كاين الحواله اللي عندهم الكرون وكاين الحواله اللي ما عندهمش الكرون. انتم كيف مكتوب بحال دابا هذا ما عندوش الكرون داير الثمن ديال 60 درهم الكيلو، فين انا الاخر اللي فيه الحولي اللي فيه الكرون داير الثمن ديال 70 درهم. انتم كتشاهدوا معنا الحولي يطلع لك ب 2000 درهم، يعني الحولي يقدر يطلع 2000 درهم 2500 درهم، يعني باغابوغ السردي، السردي غالي بزاف وانتم عارفين ان السردي هو اللي كيكون عليه اقبال كبير، ولكن راه غالي في الثمن بزاف. انتم كيف ما كتشاهدوا معنا غادي نقربوكم من شوفوا معنا هادو الحواله ديال اسبانيا. شوفوا دابا بحال دابا ما عندوش الكرون، هاد الحواله دابا ما عندوش الكرون نهائيا. كاين ما فرطاش كتشاهدوا معنا الثمن ديالهم هو 60 درهم للكيلو، في حين ان كيف ما قلنا الحول اللي عنده الكرون داير 70 درهم للكيلو. شاركوا معنا في لي كومونتير واش نتوما مرحبا لي بالقرب من المسجد الحسن الثاني. شاركوا معنا في لي فين هاد الحواله تيطيروا، شاركوا معنا في لي كومونتير واش كيبغي لي دام راه هادو مزيان. الناس اللي كيبغيو الحولي اللي يكون مية دم وفيه الشحمه وداكشي راه الحواله راه هما الخيار الانسب. ضربهم البرد الصباح ما يعطسوش. السلام عليكم، شحال يقدر يكون فيهم من كيلو؟ على حسب تبدل بس عليهم الكليمه وما ضربهم. انتما كيف ما كتشاهدوا معنا كلشي غلا ولكن كيخافوا هاد الحواله كنشوفوا واحد الكومونتير قال لك اللي عنده الفلوس اللي في العيد ما عندوش، ما فهمتش اختي الكومونتير ديالك. كم ما يشري كنشوفوا ان هاد العوالق اللي هم اقبال. انا غنوريكم مازال هنايا اجب هذا في الرحبة ديال قرب من مسجد الحسن الثاني. ثم كيف ما كتشاهدوا معنا هذه الرحبة فين كاينة، شوفوا حتى الوليدات الصغار كيجيو فرحانين مع والديهم باش يشريو الحولي. بحال عمر كيف ما كتشاهدوا معنا هاد الحواله ما تيخافوش منهم الوليدات الصغار، الوليدات كيخافوا من السردي مثلا ولا البريه، هادو ما تيخافوش منهم. كتشوفوا ان الوليدات الصغار كيجيو مع الاباء ديالهم
باش يشوفوا. لا ما كاينش اخويا حوالي 500 درهم نهائيا، يقدر يكون 2000 درهم 2500 3000 درهم. نشوف واحد الكومنتير ديال واحد الاخ سعد كيقول لنا اشمن بلاصه كاينه هاد الرحمه فقدوها انت اخويا. انا غادي نوريكم الرحبه فين كاينه، راه الرحبه كاينه هنايا يعني هنا بالقرب من مسجد الحسن الثاني. وراه هاد الحولي الاسباني راه عليه اقبال كبير لدرجه ان البائع ما قدرش انه يعطينا التصريح بسبب انه عنده الاقبال تبارك الله والكليان كيجي، دونك ما قدروش انهم يهضروا معنا. احنا قررنا نقربوكم نوريوكم الاسعار كيفاش دايره، نوريكم الاجواء بالرحبه. يعني العيد الاضحى بالمغرب راه اجواء استثنائيه، وبالضبط اختارينا اننا نهضروا على الحولي الاسباني. كاين شي واحد ديال 1000 درهم اختي ما عرفتش على حسب الكيلوات، يقدر يكون يقدر 1000 درهم 1500 درهم. شوفوا معنا اقبال مشاهدينا اللي كاين بهذا الرحبه هذه، خاصه اقبال على هذه الاضحيه بالضبط الخروف الاسباني. شحال الكيلو؟ راه قلنا لكم الكيلو داير الحولي اللي ما فيهش، قلنا لكم مشاهدينا ان هذا الحولي الاسباني الثمن ديالو داير 60 درهم اللي ما عندوش الكرون، الحولي اللي عنده الكرون داير 70 درهم، زيد عليه 10 درهم في الكيلو، يعني 60 درهم 70 درهم. كما كتشاهدوا معنا ثمن الكيلو هو هذا. شوفوا انت الناس راه تيتقداو الناس الناس راه تيتقداو وعليه اقبال كبير. شوفوا معنا الروح بشحال عامره شحال كما كيف ما كتشاهدوا معنا كنشوف واحد لي كومونتير ديال واحد الاخت شروق كتقول لنا فين كاين هادشي. هادشي كاين في الرحبات ديال بالقرب من مسجد الحسن الثاني، راه رحبه وريتها لكم على فين كاينه بالقرب من مسجد الحسن الثاني. عليها اقبال كبير وخاصه فيها غير الحولي الاسباني فقط، ما فيهاش حولي اخر. هنا مشاهدينا كنكون وصلنا نشوفوا الناس اللي تقداو والناس اللي شراو. يعني الناس كيف ما شافتوا معنا ما قادرينش كاع انهم يهضروا حيت عندهم الاقبال تبارك الله. الحولي الاسباني محروم من ناحيه نظرها زعما يعني ما فهمتكش شي، ولكن فهمت بان ما كاينش الحولي في الاسباني في الناظور والحسيمه.
كيف في كازا راه موجود، انتما كيف ما كتشاهدوا معنا. هذه هي الرحبه ديال مسجد الحسن الثاني، وهذه هي الاجواء. كنتمنى نكون نقلنا لكم شويه الاجواء. وهنا مشاهدينا بقى لينا نودعكم، نتلاقاكم في بث اخر، موضوع اخر. السلام عليكم ونهاركم مبروك.